السلام عليكم مشاهدينا، أهلا بكم إلى موجز الأخبار من قناة الشروق. أكد مجلس الدفاع والأمن الوطني دعم التطورات الإيجابية في المنطقة التي من شأنها تعزيز السلام وبناء العلاقات المشتركة. وترأس رئيس الجمهورية عمر البشير اجتماع مجلس الدفاع والأمن الوطني، وبحث الاجتماع تطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي. وقال مقرر المجلس فضل عبد الله أن اجتماعات المجلس الراتبة تتركز في توصياتها على خدمة قضايا الوطني والمواطن. أكد رئيس مجلس الوزراء معتز موسى وجود تشوهات أصبحت عاملا محفزا للنشاطات الاقتصادية السالبة والمضاربات المضرة، وأرجع لدى مخاطبته البرلمان ذلك لجملة من التحديات التي واجهت البلاد خلال الفترة المنصرمة وألقت بظلالها على استقرار وتوازن الاقتصاد، مشيرا إلى أن البلاد تواجه تحديات وظروفا اقتصادية ضاغطة أثرت على الأوضاع السياسية والاجتماعية والأمنية. شهد رئيس الوزراء معتز موسى حفلة تدشين صندوق الذهب الاستثماري بريق، وقال مدير شركة السودان للخدمات المالية إن الصندوق استثماري في الذهب لإنفاذ السياسات المالية الكلية، وأن حجم الصندوق 3 مليارات جنيه، مشيرا إلى أن الصندوق بريق يسهم في تطوير أسواق المال المحلية ويعزز فرص الاستثمار بالبلاد. تخطط السلطات بجنوب كردفان إلى إعادة نحو 74 ألف أسرة إلى مناطقهم ضمن برامج العودة الطوعية للمتأثرين بالحرب. وقال رئيس لجنة الإسناد لبرامج العودة الطوعية أن اللجنة تعمل على تنسيق العمل بين حكومة الولاية والجهات الداعمة والمانحة في كيفية توفير الدعم المتمثل في الغذاء والدواء والكساء. أعلنت نيابة مخالفات الجهاز المصرفي أن عدد البلاغات التي وصلت النيابة منذ بداية العام 2018 حتى أكتوبر بلغت 1493 بلاغا. وتفقد نائب العام عمر أحمد محمد نيابة مخالفات الجهاز المصرفي واطلع على سير العمل والمعوقات التي تعترض الأداء. وجه النيابة بالتنسيق مع بنك السودان لتوجيه البنوك لمتابعة البلاغ بعد فتحها لضمان استرداد المال العام. نهاية الموجز مشاهدينا، للمزيد من المعلومات والأخبار يمكنكم زيارة موقعنا اشروق.net. في أمان الله.